يقول: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والبعض من طلبة العلم يمنع القول بسيدنا محمد ويرفضون القول ويرفضون هذا القول مما يثير حقدا بين إخوانه المسلمين عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم بلا شك، هذا ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. ولكن المواطن التي لم يأتي فيها ذكر سيد ما تقال، مثل في التشهد ما تقول اللهم صل وسلم على سيدنا في التشهد في الصلاة، هذا ما ورد. قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته. ومثل التشهد في الخطبة، خطبة الجمعة، ما ورد أنه يقال اللهم صل وسلم على سيدنا، ما ورد هذا. اللهم صل وسلم على محمد. وفي القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ما قال صلوا وسلموا على سيدكم. فالمواطن التي لم يرد فيها ذكر السيد ما تقال، أما ما عداها فيقال سيدنا، وهو سيدنا صلى الله عليه وسلم بلا شك. في الأذان ما تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذا بدعة زيادة في الأذان. نعم.